خو مارسيلو بنزيما توسط الكرة كريم رونالدو بابا ضرب الجزاء مارسيلو بنزيما رونالدو وضرب الجزاء عند الربع ساعة الأول من عمر المباراة. يا لها من انطلاقة سريعة في هجمة معاكسة، انطلق البيلدوزر رونالدو كريستيانو رونالدو فعل كريستيانو رونالدو سجل هدفه السابع هذا الموسم من ضربة جزاء عند الدقيقة 16 من عمر المباراة. هدف يشعل اللقاء وهدف يطمئن الريال وهدف يعيد الثقة لزيدان وهدف يخلينا نشوف مباراة أجمل وأروع مما كانت عليه لحد الآن، كانت كلها إثارة. الثانية للريال عند الدقيقة 38 جول يفعلها كريستيانو بثنائية من ضرب الجزاء، جول ثاني للريال عند الدقيقة 38 من عمر المباراة. انتفاضة كبيرة للريال اليوم، ضربتا جزاء هدفان لرونالدو للريال أمام فالنسيا في المستايا في الجولة 21، وأي جولة يا مارتين مونتويا.